مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بقناتي. اذا عجبكم الفيديو لليوم بتمنى تعملوا سبسكرايب ولايك، واذا عندكم اي تعليق بتمنى اعرفه بكومنت. اليوم وصفتنا هي ميلك شيك اوريو، ولنعمل هيدي الوصفة بحاجة لثلاث مكونات بس، يلي هي كوب حليب بارد يكون افضل، عنا 4 قطع بسكوي اوريو يعني باكيت وحده من هاي، وعنا 2 سكوب ايس كريم فانيلا. وهلا خلينا نشوف طريقه التحضير سوا. وهلا بوعاء الخلاط رح نحط الحليب البارد، رح نحط الايس كريم فانيلا، وراح نحط كمان البسكوي الأوريو. وهلأ منروح على الخلاط، وهلأ نخلط المزيج يلي حطيناه بالمكنة. نخلطها بس شوي صغيرة، ومن بعدها منشوف كيف رح نقدم هيدا المزيج. وهلأ حتى نقدم الميلك شيك أوريو منجيب كوب التقديم، وطبعا للزينة إذا حبيتوا هيدا الشيء اختياري، منزين الكوب بشوية صوص شوكولا. ومنصب هالميلك شيك وطبعا للزينة كمان اذا حبيتوا نرش شوية اوريو على الوجه، وبتتقدم بهيدي الطريقة. بتمنى تكونوا حبيتوا الوصفة لليوم. إذا عجبكم الفيديو بتمنى تعملوا سبسكرايب ولايك، وإذا عندكم أي تعليق بهمني أعرفه بكومنت. ميرسي.